لكي نرتقي معاً نحو طفولة سعيدة ومجتمع أفضل، تعنى جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بافتتاح قاعة التكامل الحسي لتقديم الخدمات العلاجية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تتراوح أعمارهم من سنتين حتى 12 سنة. أهمية هذا المشروع أنه هو نحن فينا نحصل على نتائج مع أطفالنا بأقل وقت وأقل جهد، ونحصل على نتائج أسرع. طبعا هذا المشروع نحن قدمناه للأمانة السورية للتنمية، لأهميته هو كأول مشروع رائد في الجمهورية العربية السورية، يستهدف الأطفال من عمر سنتين لعمر 12 سنة ضمن الجمعية. طبعا هذا العلاج ممكن يستخدم لأطفال أعمار أكبر. رح نستقبل 54 طفل من أطفال الجمعية، رح يتم معهم اختصاصيين ضمن خطط علاجية خاصة كل طفل حسب نوع إعاقته. طبعا رح يتم تقييم ومتابعة لهدول الأطفال، وثم بعد ما نخلص من أطفال اللي عندنا بالجمعية رح نستقبل أطفال من الجمعيات المجاورة لجمعيتنا. تعتبر قاعة التكامل أول قاعة في الجمهورية العربية السورية لتقديم التأهيل والتدريب والتوعية الوقائية وتقديم الخدمات العلاجية، وذلك لأحداث التغير المطلوب في حياة هذه الشريحة من الأطفال. افتتاح غرفة التكامل الحسي، هلا أنا معلمة قاعة تنمية فكرية، رح نشتغل هون مع اختصاصيين، في اختصاصي حيقوم تقييم الأطفال وبناء على أساسه حنحط خطة علاج ونشتغل معهم. هي القاعة مقسومة نصين، في هذا القسم الحركي وفي قاعة تانية حتكون للمسيرات البصرية والسمعية، وبناء على الخطة إن شاء الله رح نشتغل مع الأطفال. نحن بنشتغل مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بلش أول شيء بنعمل لهم اختبارات، ونحن حسب هذا الاختبار، اختبار بورتاج، حسب هذا الاختبار بنبلش بقى منطبق معهم ومندربهم. تقدم جميع أنواع العلاجات، منها العلاج المائي، العلاج الفيزيائي، قسم علاج النطق، التدخل المبكر، التنمية الفكية، الاختبارات العقلية بأقل وقت وجهد.